اهلا وسهلا بالجميع في قناتكم استشارات صحية وتجميلية. اتمنى تكونوا كامل في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله راح نتكلم على اشهر دواء سحري لعلاج تساقط الشعر والصلع الوراثي. المينوكزيديل هو اشهر دواء لعلاج تساقط الشعر بفعالية تصل الى 100%. اذا وشنو هو المينوكزيديل؟ في البداية لما اكتشفوا دواء المينوكزيديل كانوا يصفوه كدواء العلاج الضغط العالي للمرضى، وكانوا يستخدموه على شكل أقراص. من بعد المرضى اللي كانوا يتناولوه لاحظوا زيادة ملحوظة في الشعر نتاعهم خلال فترة العلاج. الباحثين من بعد عملوا أبحاث عليه وطوروه كمنتج لعلاج تساقط الشعر، لكن إلى حد الآن مازال ما فهموش آلية العمل نتاعو. ولكن كاين فرضيات تقول انه يعمل على توسيع الاوعية الدموية المتواجدة في فروة الرأس، بالتالي يوصل الدم والاكسجين للبصيلات بنسبة كبيرة وينبت شعر جديد. المينوكزيديل نقدر نستعمله لعلاج جميع حالات تساقط الشعر وحتى لعلاج تساقط الشعر الوراثي. سؤال، هل نقدر نستعمله خلال فترة العلاج فقط او ندومو الاستعمال نتاعو؟ الإجابة هي أنه كاين حالتين. الحالة الأولى لما يكون تساقط الشعر ناجم عن نقص الفيتامينات أو المعادن، أو الفيتامينات والمعادن في نفس الوقت، ويوصفوه كعلاج مكمل. فمباشرة لما نتناول المكملات الغذائية راحين نلاحظوا أن الشعر رجع كما كان، وهكذا نقدروا نتوقفوا عنه تماما، لكن بشرط أنه نوقفوه تدريجيا. يعني إذا كنا نستعملوه مرتين في اليوم نتدرج إلى مرة في اليوم، ثم يوم بيوم إلى مرتين في الأسبوع، وهكذا حتى نحبسوه تماما. أما الحالة الثانية، في حالة ما إذا كان الصلع وراثي فندوموه إلى مدى الحياة ونعتبروه كعادة يوميا نمارسوها بلا ما نقلقوا منها، كاستعمال معجون الأسنان مثلا. دواء المينوكزيديل فيه تركيزين، كاين بتركيز 2% ويوصفوه للنساء، وكاين بتركيز 5% ويوصفوه للرجال. لكن مؤخرا اغلب الاطباء راهم يوصفوه بتركيز 5% للنساء وللرجال، لانه 2% ضعيف. طريقة الاستعمال سهلة جدا، 6 بخات صباحا ومساء. تقدروا تستعملوه بدون استشارة الطبيب، لانه دواء امن ومصرح به من منظمة الصحة والغذاء الأمريكية على أنه الدواء الوحيد اللي يقدر ينبت ويكثف الشعر. لكن كاين بعض المحاذير لازم توجهوا لها قبل الاستعمال نتاعو. أول حاجة لازم تجربوه في بقعة صغيرة وتستناو التفاعل نتاعو مع الجسم نتاعكم، يعني إذا تحسستوا منه أو لا، لأنه أنا شخصيا أحد أقاربي سبب له حساسية في الجلد نتاعو وما ولموش. تاني حاجة لازم لما ترشوه على الشعر نتاعكم تتفاداو قدر الامكان الوجه، لانه ممكن ينبت لكم الشعر في الوجه. كذلك هو من الاعراض الجانبيه نتاعو انه يسبب جفاف للشعر، على هذا لازم تستعملوا معه بلسم لترطيب الشعر وتدوموه. بالنسبه للمراه الحامل والمرضعه للاسف ما تقدروش تستعملوه في خلال هذه الفترتين. بالنسبه للانواع المتواجده في الصيدليات، كما راكم تشوفوا هذا هو النوع، يعني الاغلبيه تلقاوه في الصيدليات، ولكن كاين انواع يجيبوا فيها من فرنسا، وكاين انواع يعني يجيبوا فيها من بلدان اخرى، لكن هذا هو النوع المتوفر في اغلب الصيدليات. الاسعار راهي مترافقه مع الصور. والى هنا نكون كملنا موضوعنا لنهار اليوم، اللي نتمنى يكون نال رضاكم واعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله في مواضيع قادمه. مع السلامه.